الساطي أفضل من كل الأجانب الذين كلفون الدوري السعودي دوري روشن ملايين الدولارات، ولقبه الجلاد في المنتخب لحسه التهديفي عبد الرزاق حمد الله. بعد تألقه اليوم مع الاتحاد في أبطال آسيا، ما يعد النجم المغربي من أهم نجوم دوري روشن رغم توافد أكبر نجوم العالم للدوري، إلا أن عبد الرزاق حمد الله فرض نفسه واسمه بقوة وسط كل تلك الأسماء قبل مجيء الحكومة كريم بنزيما للاتحاد. الكل كان يقول أن حمد الله سيرحل عن الاتحاد، كما أن بعض الصحافة والجماهير كانت تسخر بتواجد حمد الله مع الاتحاد في ظل تواجد بنزيما. إلا أن الواقع شيء آخر، حمد الله اللاعب المغربي جعل الكل يندهش لمستواه وأرقامه مع الزعيم. أسهم الدولي المغربي عبد الرزاق حمد الله في تأهل اتحاد جدة السعودي إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا اليوم بعد هزم ناف باخور الأوزبكي بهدفين لهدف في إياب ثمن النهائي المسابقة القارية. ونجح حمد الله في هز شباك الفريق الأوزبكي في الدقيقة 6 من وقت بدل الضائع من الشوط الأول بعد تمرير رأسية من كريم بنزيما. طوال مسيرته الكروية لعب حمد الله للعديد من الأندية بدءا من الفريق المغربي أولمبيك سافي الذي كان هدافا له بتسجيله 32 هدفا وتتويجه هدافا للدوري المغربي رغم أنه لعب نصف الموسم فقط، ثم انتقل لاحقا إلى نادي ليسوند النرويجي بعد موسم واحد مع النادي. انضم إلى نادي غوانغجو الصيني كما لعب للجيش والريان القطريين، وانتقل إلى الدوري السعودي من بوابة النصر حيث توج معه هدافا للدوري السعودي، وتوج أيضا هدافا لبطولة الكأس برقم قياسي بلغ 14 هدفا في موسم واحد، وأصبح الهداف التاريخي لنادي النصر في بطولة آسيا، وكان هداف العالم خلال نفس السنة سنة 2019 برصيد 57 هدفا إجمالا وبدون اللعب مع المنتخب. ثم انتقل للاتحاد السعودي سنة 2021 حيث حقق معهم الدوري والسوبر وهدافا للبطولتين، فاز بهداف الدوري 3 مرات وبدوري المحترفين السعودي مرتين وكأس السوبر السعودي 3 مرات. وأرقام حمد الله التهديفية كثيرة حيث نبدأها من سنة 2018-2019 مع النصر حيث سجل 34 هدفا، وفي 2019-2020 سجل حمد الله 29 هدفا، وفي الموسم الماضي سجل 21 هدفا، حاز على لاعب الشهر في ديسمبر 2018 ومارس 2019 وابريل 2019 اغسطس 2020 وفبراير 2022، هداف دوري ابطال اسيا 2020 ب7 اهداف. عبد الرزاق حمد الله مع الاتحاد السعودي هذا الموسم خاض 28 مباراة، قام ب 26 مساهمة تهديفية، صنع 5 أهداف، سجل 21 هدفا، أكثر من سجل وساهم في دوري روشن، أكثر من سجل وساهم في دوري أبطال آسيا، أكثر من سجل في كأس الملك. هل ترى الجلاد أو الساطي عبد الرزاق حمد الله مظلوم مع المنتخب؟ شاركنا برأيك في التعليقات. وفي نهاية الفيديو لا تنسى دعمنا باللايك والاشتراك ومشاركة الفيديو مع أصدقائك. كان معكم نور الدين طياش من صفحة وقناة تاكتيك كرة القدم.